قناة الحياة تتملس وتتملق لدارنا، وبعثوا معها جماعة منسوبين للمخابرات ومحسوبين على المخابرات، منهم مراسلين، منهم مصورين، منهم صحفيين، منهم ما كانوا يديرون قنوات مثل قناة بار تي في، منهم دخلوها من ومن باش يغطوا على أرواحهم الفضيحة. من جهة قناة الحياة هي اللي كانت الأولى عند سجن باب الحراش لتنقل المعلومات لشواكرها واحد واحد. الصوت راه ناقص في اليوتيوب، الصوت راه مليح، راه بنسمعوا فينا خاوتنا. هابط حناشي مول قناة الحياة جند الجماعة اللي معاه، وهابط حناشي معروف باللي يخدم المخابرات، عدلان ملاح هو الصديق الحميم لهابط حناشي، افهمها كيما بغيتو، فما عدلان ملاح كيما حبيت لان وصل المفيد. بعدها بعد شبكه امير دي زاد، بعد جات شهر ديسمبر الناس ولات تعيط في الاستاد، الله اكبر امير دي زاد، حق جانفي فيفري طرد قلت الاحتجاج السلمي في الجزائر، بعدها عدلان ملاح خرج زوج ثلاثه بوف زاد اختاب تخبى. المهم ما يهمناش في عدلان ملاح لان المشكل تاعنا ماهوش عدلان ملاح، المشكل هو هذا العصابه وقنوات الاعلام اللي ربما كاين ناس اللي عندهم ضحايا، ربما كاين ناس عندهم ملفات تضغط عليهم المخابرات تخبيهم الوقت اللي تخرج الوقت اللي تحب وتخرجهم الوقت اللي تحب، نظرا للملفات اللي حاكمتها عليهم المخابرات. وراكم عارفيني شحال من مره راني نتكلم. المخابرات تراقب كل، خاصة حول الناشطين والباقي، تمسك عليهم ملفات وتمشيهم كيما تحب. من بعد الان راحوا نقزو محمد، كل حاجه جابوا اعلنوا عن الخبر الاولى قبل بنهار راح تكلم عليه جرو المخابرات، بعد ما فشلت المخابرات في اثبات اي شيء على ليا ولا الزيتوت ولا كل الخاوتنا النشطاء اللي في الخارج اللي زعجينه او في الداخل، راح تخرجت هذا هابط حناشي يتكلم في التلفزيون ويكذب ويروج لاكاذيب الذباب تاع يحرقوا الاعلام وما يحرقوش الاعلام، وزعما الزيتوت يقول هكذا وكذا ويقصوا في الهضره، ربما هذا الكلام تاعي غادي يقصوه يدوا منه ويدوا منه، هما واش يحبوا، هما يدوا واش يحبوا يروجوا للذباب تاعهم ويحاولوا بعد ما فشلوا على مستوى الترسانة الإعلامية اللي عندهم، القنوات الإعلامية اللي عندهم الآن راحوا يتمشوا بالحسابات الوهمية وصفحات الذباب والحسابات الوهمية تاع الذباب والمجموعات المغلقة، ويمدوا في الشكاير تاع الدراهم لبعض الأسماء. أما القطيع البقية اللي تبع تاع الذباب اللي تبع معاهم في المجموعات وتبع، ما طير لهم والو مساكين. أما الآخرين اللي يدوا في الدراهم يدوا في الشكارة. سألوني بعد نرجع لقناة الشرق الأوسط، سألوني قالوا لي كاين اختي تيرا في يظهر في قناة الشرق الأوسط، وش بيك حاب يسمع قناة الشرق الأوسط؟ أنا ما نحبش كي نخدم في قناة من بعد نجي نهاجم القناة ولا نو، باش نتفاهموا، انا مانيش كابريزا، باش نتفاهموا تبعوني مليح. قناة الشرق الاوسط بيعت تباعت، واللي تباعت لهم ستة من الجزائر. الدكتور اللي كان مالك قناة الشرق الاوسط اللي هو انور ايمن نور، عفوا قلت لك نور، ماهوش المدير العام لقناة الشرق الاوسط، هذه باش يكون على بالكم، تكون عندكم من الاخر. قناه الشرق الاوسط بيعت لجماعه من الجزائر، من بعد نذكر اساميهم شكون هما اللي شراو قناه الشرق الاوسط، هكذا باش يكون عندكم نسقي لكم ثاني بسيتيرنا. مفتخر زعما يبغي يظل لكم هذاك الخرده، هو اصلا ما على بالوش بالا كاع هذاك الجرو تاع المخابرات اختيتيل، ما على بالوش بلي قناه الشرق الاوسط اصلا بيعت عندها شحال من تباعت. وانا خرجت بعزتي وبراسي مرفوع، لان انا ما عنديش اللي يضغط عليا وما مكاش اللي يوجهني كيما يحب، كاش نبقى في فيسبوك يشوفوا فيا خمسه ويتبلع وينحل ويتبلع ويحل ويتبع ويحل، ونبقى عندي شرف المقاومه، هذا هو الاهم. زيتوت بعد ما فشل النظام وفشلت كل الصراعات تاعهم ضده من اجل ايقافه، داروا معاه كل الوسائل، حتى ولد القومي اللي خالي اللي ينشر المعلومه ويتكلم ويقول لك باللي تهمه التخابر مع مصالح اجنبيه، الكارثه العظمى انهم جابوا الخبر نشروا اول عميل للجهات الاجنبيه بالوثائق اللي هو انيس ولد القومي، انيس ولد القومي الامريكان على بالهم باللي هذا جاسوس، لان ويكيليكس قلتها ويكيليكس خرجت لها، روحوا كتبوا في ويكيليكس كتبوا محمد المقدم وسعاد عزوز يخرجوا لكم القائمه، تخرج لكم الاسامي، ماشي انا اللي قلت، خرجوا له باللي كان يوصل الداخلي وحول كل
لوزارة الخارجية تبعثها للسفارة لوزارة الخارجية، وزارة الخارجية تجي لها لصي المخابرات، ما قدروش يعتقلوه، ما قدروش يحبسوه، ما قدروش يستوجبوه، ما قدروش يفوتوا عند قاضي التحقيق ولو لساعة. تجي تقول لي انت العصابة راحت كتب في الشام، بعدها تكون باللي زيد نعرفها انا من مدة، مشي من البارح ولا من البارح ولا من العام اللي فات، نعرف المواقف تاعه. وما كنت ما كنت لو ما نعرفهاش راجل وما نعرفهاش في حل في الصفحه تاع الجملايين و700 الف، كنت كل اللايفات تاع الزيتوت كنت نبارطاجيها والشعب الجزائري كان يتفرج من خلال صفحتي، ربما خاصه الليجان اللي ما كانوش مطلعين على الصفحه تاع محمد الزيتوت، كنت كل اللايفات نبارطاجيها والشعب الجزائري يشهد. حتى بعض الشياطين كانوا يهاجموني اللحاسين اللي منهم بوشكارا وجماعه، قال لهم باللي امير على هلا يبارطاجي الزيتوت لاننا نعجلوا في حل، لو نعرفه يلعب منه ومن ما والله ما نمشي كاع في طريقه، بس انا عارفه بلي راجل وفي حل وصنديد وهجركم، حبيته ولا كرهته، فتحتوا على ارواحكم جبهه اخرى واللي هي جبهه انتحاريه لكم. الشعب الجزائري ان زيتوت كلمه الكلام تاعو مسموع الشعب الجزائري، زدتوا بين ضعفكم كما بينتوا نقطة ضعفكم أمير دي زاد، زدتوا بينتوا نقطة ضعف تاعكم محمد زيتوت. حتى الخبر نزيدكم هذه حاجة ما تعرفوهاش، حتى الخبر اللي نشراته قناة والدنقومي حول 20 سنة لمحمد العربي زيتوت هو اسمه أصلا، الاسم الحقيقي هو محمد زيتوت، أما العربي زيتوت هو الوالد تاعو اسمه العربي زيتوت. هذا إن دل على شيء فإنكم تيروا برك، مهم تخوفوا الناس برك، مهم واحد يتكلم مع أمير ولا يتصور معاه الدوه الحبس، واحد يتكلم مع زيتوت الدوه الحبس، أصبحتم خايفين. حتى بعض الناس اللي ترشحوا مع النظام السابق في العهدة الخامسة تاع بوتحنيطة هاجموني انا وزيتوت من في اول الحراك، خرجوا قال لهم راكم تسمعوا لهذاك تاع لندن وتسمعوا لهذاك تاع فرنسا وراهم يغروا بكم وراهم يدفعوا فيكم، راه مازال كاين الفيديو كابريسا، راه مازال عراكم زيتوت كشفكم وحط يدو على الجرح. مارونداش طيلت سنوات 25 سنه في 94 نهار اللي رضى التقشيره صالح رضى بمنصب قائد قوات البريه، هذا الفرق بين العبيد وبين الاحرار. كان يمكن يكون اليوم اللي راك الذوبه بلاك تسب فيه وتسب في ولاده وتسب في مرته وتسب في خاوته وتسب، كنت قادر اليوم لو كان رضا زيتوت وقعد معاهم كراك اليوم تحسبوا في صباطه، ولكن هؤلاء رجال فضلوا المقاومه وحريه الجزائر على العبيد اللي راهم يلحسوا في الصبابط ويلحسوا في الرونجاس. اليوم في 94 قالوا لها يا كانيش صالح اروح نعطوا قائد قوة البرية جاي يزحف جاي رومبي جاي يحبي على فمه. اما السيد كان حتى كان خارج الجزائر كان في سفارة ليبيا بمنصب نائب سفير ودبلوماسي، وكان مرشح باش يكون سفير وربما اصغر سفير عن عمر 32 سنة 32 قاسها لهم وتكل على ربي، كان قادر يبقى معه، ولكن هذا هو التاريخ. هذا الشيء الأحكام اللي حكمتها على زيتوت ولا عليا أنا راني في 33 سنة حاكمينها وزيتوت 20 سنة وغيرنا من الأحرار، رشيد مسلي بالإعدام، خوتنا في الخارج راهم بالإعدام بالمؤبد، أحرار ورجال. هذا الشيء بالنسبة لنا يا نظام العصابات ويا المخابرات تاع الخردة وتاع القواطة نقول لكم كلمة، هذا الشيء بالنسبة لنا ما هو إلا أوسمة شرف في التاريخ تاع المقاومة تاع الأحرار. حتى المنفى ما يديرونجيناش والغربة ما تديرونجيناش، حاجة ما تديرونجينا وحاجة ما تحبسنا. زي أنا ربما مؤخرا 3 4 سنين الشعب هذا فيه وفيه 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 وما يسواش، عارف هاد لا جينيراسيون لأنني خرجت من قلب الأزمة، خرجت من قلب الفقر، خرجت من قلب الدواوير، خرجت من هذا الجيل، نعرف أنا واش يسوى هذا الجيل ونعرف واش
الصبر، العزيمة. بديت ثار عليهم الشعب الجزائري سلميا، واليوم راهم يحوسوا يرقعوها منه ومنه يحوسوا لها على الله. المهم خاوتي، لازمنا كلنا كلنا أي واحد، ليس فقط زيتوت، أي واحد تهاجمه العصابة سواء كان داخل أو خارج وطن، ونكونوا يد واحد. هذا الشيء اللي ضعف العصابة، هذا الشيء هو اللي ركحها طيحها أجونو، لأنها سياسة فرنسا اللي خلتها لهم. فرق تسد ما بقاش تمشي، ما بقاش هذيك تعس فرق تسد وسياسة مكاش، ما بقاش ما بقاش وهذا تمشي عند الذباب فقط، تمشي عند المخابرات فقط. الميدان عنده لغة أخرى، حاولوا يزوروا الانتخابات وبينوا بلي عندهم انتخابات وبلي انتخابات شرعية، وكل يوم كل هم بروحهم على بالهم بلي هم على بالهم بلي ماشي انتخابات صحيحة، ويكتبوا الرئيس المنتخب. اسمع بوتفليقة يقولوا له الرئيس المنتخب، بوتفليقة اللي كنتوا تعبدوا في صباح وليل عمركم ما قلتوا عليه الرئيس المنتخب، كنتوا راكعين. هذا دائما الرئيس المنتخب، الرئيس انهم عارفينها بلي مزورة كما الرئاسية تاع بوتهاف بوتحنيطة. رغم هذا ويديروا مجندين ترسان الجزائر، الجزائر تنتصر ومن بعد مراه الجزائر كذا، مراه الجزائر كذا، كي تجي الثلاثه تحكمهم لا دياري، سواء هم سواء الناس التيره اللي هم الشرطه حكمتهم لا دياري. كي تجي الجمعه البطن يبدا يجري لهم في كروجهم، وسمحوا لي على هذه الكلمات لانني ما لقيتش كلمه واحده اخرى نعبر بها على هذا المرتزقه، هذا القواطه، لانهم هذه اللغه على بالي بلي يشاهدوا الفيديوهات تاعي وتوصلهم كل ما ننشر وكل ما نكتب، رغم الحصار فيسبوك كذا، على بالهم بلي كل على بالي بلي كلش يوصلهم بالتفصيل الممل. الامر باصدار حكم 20 سنه لمحمد العربي زيتوت ما يجيش من عند قاضي وما يجيش من عند وزير، لانهم كلهم قلت لكم تشباشق تشبتشاقه وجفاف وتقاشر. الأول الأحكام اللي صدرت على أمير ديزاد وشبكة أمير ديزاد الدولية اللي داروها هما جات من عند السعيد بوتفليقة أون بيرسون حول أمير ديزاد، أما حول زيتوت جات من أعلى 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 مستوى في الوقت الراهن اللي هو القايد فايح والخردة اللي معاه، بعد ما بدا يخرج لهم في تصاور تاع واسيني، بعد ما بدا يخرج لهم في الجنرال تاع الخرده، بدا بعد ما شن هجوم على الطبون تاعهم والجنرال تاعهم، وكذلك في شبكه امير ديزاد جات من اعلى اعلى مستوى في 2018 في اواخر 2018 من عند السعيد بوتفليقه، وجنت فيها الجنرال بركسير، جنت فيها وزير العدل طيب لوح، وجنت فيها ولد القومي اللي اليوم راهم يجندوا فيه كذلك، وسيدوك يعطوها الضوء الاخضر دوك يحل جبهه اعلاميه على زيتوت، ويلقى الاحرار مني ومن كل الشباب تاع الشعب الجزائري يساندوه ويقفوا معاه. قعدش علاه، قلناها نهار الاول والحمد لله، وثبتنا ربي انه يجمعنا الحق ويفرقنا الباطل، الحمد لله مازال جمعنا الحق، وان شاء الله نبقاو على الحق حتى نبقوا وحده سواء في الداخل سواء في الخارج. الاحرار لازم علينا كامل نساندو خونا زيتوت، لانه اخ في المقاومه واخ واخ في كلش كما تحب، انه راجل وزعيم عانى معانا، وصلوا طحين تاع المخابرات، جابوا لادراس تاع دارو ويديروا له ديليفري. الديليفري هنا كاين في اوروبا تاع تكوموندي حاجه بالتليفون بيتزا ولا ماكله ويجيبوها لك للدار، هما ولاو يديروا له في الوقت تاع اللايف تاعه يروحوا يديروا الديليفري، ولاو يخلصوا له الماكله، يخلصوا الماكله ويقول لهم روحوا صونوا في هذاك الباب على الوقت الفلاني، زعما با يديروجي وكيدير اللايف. حسب هادشي طحنا يا المطحن تاع المخابرات، حسب هادشي حنا كنا سعيد، كنا سعيد، كنا مجرجرين وتجرجير ولسانهم مدلينا لنا في ورد في الارض، نهار اللي كان في عز قوته عندما كنتوا تنبطحوا عند رجليه، وكنا نهار اللي روحوا صدموا على بابا وصدموا معاهم السعيد، والله ما رانا طاقينك في ذاك الوقت، كنتوا جواري عند السعيد يا مخابرات طحين، اليوم تلعبوها لنا من جد وبغيت تحطوا رواحكم حيه كبيره، وجبنا والي وجبنا رئيس بلديه سيدي محمد وجبنا
تهفوا فينا هاد الشعب ما تزيدوش تهفوه، بما انكم عارفين باللي هذا ما تقدروش تهفوه، بما ان راكم عارفين باللي ماكمش قادرين تهفوه وما راكمش قادرين تمانيبيلوه وما راكمش قادرين تحبسوه، راكم تيروا برك، صبحتوا غير تيروا برك، وتحاولوا الان اظهار الوجوه اللي كانت تخدم المخابرات من قبل واختفت ايام الحراك، تحاولوا تعودوا تظهروها من جديد من اجل اختيار الشعب. عرف شكون يوقف معاه طيله من 22 فبراير الى يومنا هذا 43 جمعه، عرف شكون يوقف معاه، عرف شكون اللي ندد، عرف شكون اللي ينضرب، عرف شكون اللي تسب، عرف شكون اللي صرا فيه اللي ما صراش، عارفهم بالواحد. اما الناس اللي كانت تسركل بالسيريسات، راكم عارفين تسركل بها ثم بالسيريسات وطايقه روحها وتدي في الطوموبيلات اللي خلاها عبدو صمار تاع طحكوت اللي خلاها في 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 الجي وداوها من موراه على بالنا بكل. شوف انا مانيش باغي ندخل في التفاصيل الممله وماهوش وقت التفاصيل الممله، وتعرفوني انا كي نبغي نجر من الاخر راخ كما قال. المهم خاوتنا تاندو زيتوت يوم الجمعه اللي العصابه عرفت من الناس اللي ما يتباعوش، من الناس اللي ما يتلونوش، من الناس اللي ما عندهمش مليون وجه، الناس اللي قاومت وبقات ثابته على المواقف تاعها الى اخر يوم، ماشي اليوم بيضه وغدوه كحله، بلعوا عليه كل القنوات زيتوت، منهم منهم قنوات اللي هي تبين باللي راهي مع الشعب ولكن عندها اجندة، كل شيء نهضره في وقته، انتم تعرفوني واش راني نقصد. حتى البي بي سي، البي بي سي راهي ملغمة بعملاء المخابرات، اتصل بي واحد من البي بي سي عند بداية الحراك، وراه الفيديو تاع البي بي سي راه قدامكم في الاخر، ظانين باللي غادي يوقع فيها عنف وينقع فيها كذا، نجيبوه للشاشة بأي حاجة نمسحوها فيه لأن سيد ما حبس الناس. الفيديو اللي تكلمت فيه انا على القايد فايح تكلمت راه في البي بي سي، روحوا شوفوه من اول اللي كنت حوار مع وحده تخدم البي بي سي، عطرت عيط لي قال لي كذا وتطلع معنا في البي بي سي وكذا، هما كانوا موجودين زعما باه يطيحوني بياج، عشيت راهجهم وعلى المباشر. بعدها قال لك هذا ما فيهاش ما فيهاش. المهم كذلك من المعلومات اللي ما على بالهمش بها ونزيدو نفيدو بها الحراك الشعبي الجزائري، المعلومات اللي ما على بالهمش بها ونزيدو نفيدوهم بها، هي ان زوجة تبون، نعطيكم الاسم اللقبيه امها جدها، نعطيكم كاع قعلق على الفيلمات كاع، انا قلت لكم كي نبدا نسقي بالغرف كبير ونبدا في التي عيداري تولي تي عيداري ديري. شوفوا حنا كيما نقلبوا، شكون كانت كانت قد عندك فرصه ها هو جا تبون نروح نمسح لها شويه كذا من ملهيه، يقول لك الواحد دخل البلاد يقلع لك الاحكام وراني معك، هو قابل كل شيء، قابلين كل شيء، رفد جد من باب الخزينه 10 ملايين 20 مليون اورو عطي جدهم، احنا ما نشراوش بالمال، ما عندناش سومه نتساوموا بها يا القوى. زوجة تبون هي المتورط الأساسي قبل ولدها خالد تبون. خالد تبون رصدته كاميرات المخابرة، كاميرات البوشي اللي كان مصورها، كان يرتاد على المحل تاعه ويجي عنده للمحل، والامتيازات اللي كان يديها والفيلات اللي اداها، ومن بينهم فيلا في حيدرة، من بين فيلات واحدة اخرين، رصدته كاميرات المخابرات. اما التورط المباشر في لا هو زوجة تبون التي كانت تمتلك جمعية خيرية، جمعية خيرية كما تاع شمسو تاع شمس الدين بوروبي، اللي كانت تمتلك جمعية خيرية في العالم، واللي كان عندها علاقة مباشرة مع كمال الدين شيخي إمبراطور البيضة إفريقيا. تم في بداية ابتدائي على مستوى المحكمة الفوق تاعهم تاع في العاصمة، دخلوا فيها منه ملهيه، دخلوا تكلوا منه ملهيه، قالوا ندفعوا خالد يروح يريح وما نروحوش للتبهديلة تاع مرت تبون اون بيرسون. صارت مناورات الداخل
اتفق معهم سعيد بوتفليقة على هذا الشيء، اتفق معهم قبل في بداية الأخر، وبعد أعطوا هذا الحس المجرم اللي كان معهم الهامل، ومن بعد راحوا جابوا هذاك الهبيري، ومهم خلطوها تشكشوا، جابوا واحد اخر قال خاطي بومبيا صدموه في لابوليس، من البومبيا راحوا من المطافي راحوا دخلوه الديجي تاع لابوليس. المرحله اللي جابوا فيها الهبيري هي المرحله اللي حطوا الاسامي اللي تساعدهم ونحوا الاسامي الاخرى. بزاف ولد الطبون راهم الاله نحوها، ناهيك عن جهاز العدالة اللي نحوهم القضاة، راهم الآلاف المؤلفة ثم دايروا شكارة كحلة، ولات الأسامي تطير بالملايين تاع الدولارات حبيبي، بين قلع الملايين تاع أما عن الأحزاب اللي خرجت منهم قولوا عليه أنت مقري اللي ولده راه اللي ولده ديبورس اصلا من عند الدوله. انا عمري ما شفت حزب معارض للسلطه الدوله تعطيه بورس باش يروح يقرا في كندا، وهو باديسي ثانيه، هو باديسي بصح ولده يقرا في كندا يعني في الفرنساويه في كندا، هو راه يقول باديسي هاي. كذلك هم لو كان يفتحوا تحقيقات معمقه حول جماعة حمص في التسعينيات والجرائم اللي فيها بطريقة غير مباشرة، والرضا تاعهم بالانقلاب تاع الجيش، والعبادة تاعهم للآخر، والاستثمارات خاصة لمقري في تركيا، جماعة تاع تركيا داك يدفقها لك أمير بالغرفة كبيرة. أنا قلت لكم تكونوا هانين وساكتين وما عليكم حتى شيء، تجوا وحدكم عندي وحدكم تدقيقا هو التليفون جوا حدكم عندي، وكي تبين راسه البوزلوف راح البوزلوف يا مقري. كذلك تكلم الاخر قال الحوار اللي هو تعجيل جديد سفيان جيلاني، ونعرفه سفيان جيلاني برطون شتات لقيته هنا في شحم محاضرة كان يجي هنا للخارج. اما كي تبغي تقدم احنا قلنا اول يوم انت عندك حزب جيل جديد اللي راه الاخر تاعه الاعلامي تاعه في الخارج اللي هو زهير، وانت راك رئيس الحزب، الحزب تاعك كاننا لا نعترف لا بكم ولا ما قدرتوش تخرجوا حتى درتو نتايا تاع مواطنه، ابقى في مواطنه مع عسول ومع الليكيب هذيك اللي راهي معاك، انتوما كنتو الحصول الغيري، احنا ما خرجنا لا مع هذا القوطي تاع الغديري ولا غيره من الجنرالات المرتزقه، خرجنا من اجل تحرير الجزائر، اما لا ريح في قولك وما تمثل لا الشعب. انت ما كنتش قادر في حركه مواطنه تخرجت 20 بنادم، اليوم شفت الملايين جيت بغي نروح نحاور نروح نحاور نروح نحاور روح حاور على حزبك روح حاور ربي سهل عليك صوالحك، اما بقى تحاور باسم الحراك الشعبي ولا باسم الجزائر والله ما تفوت والله ما تاكل كسرة، بهديروا الطريق بالشعب الجزائري ولا بالشباب الجزائري غير نساو. مرحلة تحرير الوعي دامت سنوات، ماشي بهدي انتم تهفوا لي جان ولا تمشوا عن طريقهم، احنا على بالنا كيفاش يسيروكم المخابرات، وقلتها باللي الاحزاب السياسية في الجزائر كلها من الآل الزاد ما تمثلش الشعب الجزائري نيميرو آه. الاحزاب السياسية اغلبها صانعة المخابرات، الاحزاب السياسية تعطى الاعتمادات اللي يقول اهبط يهبط، وتعطى الاعتمادات لزاكريمو لاصحاب الاحزاب السياسية هم عليهم ملفات من الاخر تبغي تلعب لهم جوج دروات. الحوار اصلا هذا حتى لا يقع اخواننا في الفخ تاع المخابرات، الحوار مع تبون هو اصلا فخ، حتى تقول السلام عليكم فخ على، لان الحوار مع تبون يعني انك الاعتراف مباشره باللي ان تبون رئيس العصابات يعني الرئيس، هذا اعتراف مباشر تحاور فيه يعني انت ديجا اصلا اعترفت به. النقطه الثانيه ان اعترفت باللي ان هذا النظام قائم. النقطة الثالثة أنك اعترفت باللي أن هذا الصخش جابته انتخابات ولم يتم تعيينه.
لهذا الحوار اصلا، الحوار اصلا الناس البارزين، الناس اللي زعجت العصابات اللي منهم بورق عربي يطلق سراحه، طابو يربي يطلق سراحه، بومالا ربي يطلق سراحه، ما يحاورهمش هذا، لانهم هذو يعرفوا اول نهار يبداو في جماعه الحوار، ما الحوار اول حاجه قال لهم بلي ما نعترفش بكم طابو. اه قال لك هذا خطر، فيما كانوا مجمعين الخرده ثم ملمين القواطع اللي عندهم ركثرت شكي يا حي مشتوى دوك. انا كنا اذا خطره نمشي بالغرفه الكبيره، راهم جايينكم لا بان ديريكت، كاميو لا بان ديريكت، انت فوق لك ديريكت، راك نوريك ما كان حصره كثرت موصاوني مشتوى له انت يا حصره. المهم نهار اللي جابوا الاحزاب تاع العلف اللي لقطوا في الفتيت اللي طيح من الطابله في ضربه الحوار الاول، قالهم طابو قالهم بلي انتم اصلا عصابه، ما عندي ما نحاور فيكم. حوار اللي ما يكونش مع دي جينيرو، اللي الاول حاجه، اول حاجه في الحوار اللي تكلم عليها هو تسليم السلطه للشعب والزوجه، يسقط الرئيس المزور اللي جبتوه، والثالثه كذلك الجنرال اللي تبقوا في الكازرنه، والرابعه تفعلوا الماده 7 و8 وتسلموا السلطه للشعب، الخامسه تروحوا المرحله الانتقاليه. تجي تهفني انت تقول لي حوار، حوار انا كي نحاور مع تبونش نحاور معاه، تحاور معاه شاب يتحاور لونساج وتنقصونا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخدمه الوطنيه، ومانيش عارف انا ديروا لنا اصلاحات للشباب وتبنوا لنا بيسين في تخمارت وديروا لنا ما فهمتش انا كي نحاور طبوني انا شنقول لها انا تقولوا هيا ها راكم حطيتوا هذا جماعه الخير الخراوار هادو ولا مش عارف يسموهم، سمحوا لي على هذا اللفظ، تحطوهم مع تبوشة غادي يحاوروا. غادي يقول روح لدارك، يقول روح لدار ايش يقول لك تحاور، هذا اش تقول له انت يدوا لا بغيت تحاور تقول له شكون جابك تلولا كي تحاور هاد تقول انت شكون جابك انت هنا كيف تخطط جاني انت كيف جابك تقول عندي 9 ملايين صوت 9 ملايين خرج لنا منها 1% عفوا 100000 10% يا مليون خرج لنا 1% خرج لنا 100000 1% من اللي فوطاو عليك واحد هاي حاطين في الجريده الالمانيه اليوم حاطين ارتيكل في الموقع الالماني اللي حطيت لكم كابتير تبهدلي جيتكم حاسبين انتم الجناس ما مش فيقين بيكم وحاسبين المخابرات الدوليه هذه اللي تتبع في كل صغيره وكبيره راكم حاسبينهم المخابرات تاع القواطي يتبعوا في المضامات عند الباب تاع الجامعه ويتبعوا في واحد داكشي حاسبين انتم راكم حاسبين الدنيا فيقه بيكم كاع الالماني حط لكم اليوم قالت لكم الجزائر تحصل على جائزه نوبل في التصوير ديتو جائزه نوبل في التصوير راني حاط لكم موقع في الصفحه تاع الفيسبوك ولا في تويتر مش عارف حطيتو كاع جنت تبغي تهف الناس انت دير الجناس راه مور بحر مور بيك اللي راه واقف عند لا غروند بوست ولا واقف في واتسوف ولا واقف في تمراست في تيزي وزو ما يفيقش بيك ولا كيف كيف انت تنتخبت عليك 9 ملايين ما قدرش تخرج منها 10000 برا تنتخبت عليك 9 ملايين ما قدرش لك حتى احتفال فيه في في 500 واحد ولا 1000 واحد هنا نعرف بلي واحد انتخبت عليه 9 ملايين كره 9 ملايين عارف شي النيميرو 9 ملايين ماكش عارف عارف شي 9 ملايين ماكش عارف. المهم كذلك معلومه لخوتنا في وهران كاين 2 اجندات، كاين واحد اللي تكلمت عليه اللي هو متورط في قضايا مخدرات مع الرئيس وهران اللي هو قادة الراس، اسمه الحقيقي قادة الشافي، هو رئيس جمعيه الراديوس للحيس، لا يمثل احرار حي راديوس بوهران في ضواحي بولونجي وغيرها ومرافال، ولا يمثل احرار وهران. هذا قادة الشافي قادة الراس معروف باش تكتب قادة الراس يخرج لك مليون حاجه في جوجل في الفيسبوك تلقى الحيس يقرا الهام البوتفليقه السعيد الاف ال ال دي الاحزاب ما كاش حزب مازال ما تاسسش الحزب خمم فيه مولاي يروح يحس له ويعلق تصويرته هنا. كاين النقطه الاولى، النقطه الثانيه والدقومي والمراسلين تاع الصحافه عندي صور تاعهم وتاع المراسلين تاع قناه والدقومي في وهران، مراسلين لقناه والدقومي واحد الجفافه تسكن في عيون ترك اللي هي مراسله لقناه الشروق، دوك بعد نحط لكم تصور. هادو يجندون والرئيسي الرئيسي اللي مركزين عليه المدير الامن الولائي لولايه وهران اللي هو السونترال تاع بولونجي راهم يعرفوها خوتي في وهران سونترال بين بولونجي بدي جديده. المهم مركزين عليه هو لانه هو عندهم ملف عندهم ملفات عليه عندهم ملفات ضخمه
الواصلي هو البرنسيبال اللي كان في وهران تاع مخدرات. هذه جت بعد القضية اللي صارت، القضية الأولى صارت مع الكوميسار مقراني مختار وكمال عبد الرحمن الجنرال اللي كان حكم شاف ريجيون، ومعاهم الوالي اللي كان في ديك المرحلة قوادري مصطفى، واللي معاهم الزنجبيل تاع شلف من حكمه سيمي تاع الزطلة وجاي من المغرب وكذا، وطرد قلت لافير وفيها البيضاء فيها الكوكا فيها تخلطت في ديك الضربة في وهران، ملفات ثقيلة سقطت. بعدها جت لافير تاع نواصري. نواصري هذا في وهران ثاني كوميسار سابق اللي متورطه معاه هذا الجرو اللي هو قادة الشافي في الزطلة وفي البيضاء، وكان بارون من البارونات وغارق. لو كان يشدوا له هيك اي ورقه هكا القادة الشافي في السلطة، خوتنا الشرطة اللي راكم في مديرية في الامن الولائي بوهران، كاين ولاد فاميليا، كاين الاداريين، كاين اللي خطلاو بي، كاين بلابيجي، كاين فليرجي، كاين بارتو. ولو تقيسوا روحوا كتبوا في روحوا حوسوا في الارشيف سربوا، ماشي شرط تسرب لي انا عندي ملفات، زيد سرب الملفات على بال ثيق فيه، قال هاك سربي، خليهم يغرقوا بالملفات تاعهم، خليهم يغرقوا، على الاقل ساهم شيء. هذا الرخيص هذا الان العصابه اعطتها اوامر بتجنيد الفويوات. انتم تظنوا بلي احرار وهران انا نعرف وهران طريبيه، تظنوا بلي احرار وهران يخلعوهم هذا القواطه اللي تقعدوا البوشيه وما البوشيه، حاسب يخلعوهم هذا القواطه جايب 15 ولا 10 بني ادم، حاسب يخلعوهم؟ انا نعرف احرار وهران، نعرفهم في البلاد، نعرفهم في الغربة، نعرف رجال، ونعرف وهران وجبت، ونعرف هذا التفون تاني، هذا الفويوات جايب كمشة وقاعد يحرض فيهم، اللي يخرج ندير له بالبوجية وندير له بكذا وندير له بكذا. هذا المستوى اللي لحقت له العصابات. الله غالب، هذا ما حلبت، ما قدرتش. أما قرب يقول لكم أنا قرب يرفض الدراب والله بيدي يقول لكم ما قدرناش يا شبيبة بزاف علينا، البوليسية ما كفاوناش. البارح ولا البارح مخرجين واحد في 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 الفيسبوك ولا في اليوتيوب يقول يخرج في وهران، وأني خايف لو أني خايف لو كان غير يبزقوا عليك الوهران دوك حياتك ما تنشفش. لو كان يبزقوا عليك لو لم يخلعوكم ناس وهران هو توعكم، والله ما رعبوكم ناس وهران قسما بالله العلي العظيم، ما تقعدوا ديرين مليون حساب وتصدروا في بيانات من المديرية العامة للأمن الوطني، راكم عارفين شكون هما أحرار وهران، راكم عارفين شكون، على هذيك راكم مرعوبين وخايفين. المقارون قال لك، قالوا له مقارون كيفاش دعوتكم على المقارون؟ قال لهم انا ما ردتش عليهم ما نحلبوش. يوم بعد يحطوا يجوا يجروا في البلاد، قال لك عيط له مقارون من قصر البيليزي، عيط له قال لك ساعه هما يهضروا مع بعض بالباديسيه والباريسيه ساعه. من بعد المقارون ارسل لهم بيان ولا مش عارف، قال لهم باللي يعترف رئيس فرنسي ماكرون يتصل بتبون ويعترف بنزاهه انتخابات بورتو. مقارون على باله، على بالو بلي كل القنصلية في فرنسا بلعوها الشعب الجزائري، على بالو يشوف فيها بعيني هكا، بصح يحاولوا يزوروا حتى الحاضر ماشي الماضي ولا التاريخ، يحوسوا يزوروا لك الحاضر قدام عينيك. شافوا كل الاعتداءات من طرف الشرطة تاعهم على الأحرار، على الزواولة، على الناس اللي كانت دايرة احتجاجات أمام السفارة تاع القنصلية تاع العصابة لموالية لنفس النظام الفرنسي. ايوا يجي يقول لك الباديسي ونوفمباري ومانيش عارف واش وراح فرنسا ضد الانتخابات. سي محمد قال لك سي محمد، ومن بعد هو يعترف بيرسونيل، ما يقول لهم باللي هذه الانتخابات نزيهه وكاع الشكايين وفوطوا عليهم 45 مليون 3 ملايين زياده فوق الشعب الجزائري، وفوط عليهم الرضيع واللي مازال مزاج واللي مات
ولي كان مخلي وصية عنده 10 سنين قال لهم بعد 10 سنين يا مت راكم تدير لكم وكالة بعد فوتوا على التبون. يلا ينعلكم المجلس الدستوري مجلس مزلش المزلش الدستوري تاعهم تاع الماجوار الزريبة او الدستوري هذه مليحة. الكوري الدستوري الكوري الدستوري اللي قبل 6 ملايين استمارة مزورة لبوتفليقة استمارة مزورة قبلها وقالهم هذه قاع قاع الشكاين وكاينة منها ونحلف لكم ها ها هلا وطني وطني أين حقي كلهم قاع كاينة. ما هو نفس المجلس الدستوري اللي أعلن على تبون باللي رايس إنعم شو بغي انت أكثر من هاك بوتفليقة أون بيرسون فوت على تبون تسيك باغي اكثر من هاك وباغي ندير لك ندير لك الشمعه ونبدا نوري لك فطر وقول باغي ندير بالحبه ونشعل لك البروجيكتور نبدا نوري لك بالحاجه هكا وندير لك الزوم ونكبر عليك وكلشي راه باين ويجي يقول لك انايا زي زي ننتخب ننتخب انت ها في تفريقة اون بيرسون فوت لك على التبول واش تبغي تاكل انا بوتفليقة وهاد اليامات ويعطي سعي بوتفليقة هذه مات ويعطيه ملعب شك طب طب قلنا طولتوا على ياسي محمد انا قلت لكم الرياح شوية قلت لكم تروا موا دو موا تكالما يراكم روحتوا بيها بعيد يا جماعة الحياة ما الشعب ما يحبس انا ولا ما يحب الشعب انا كمل حياتي في الحبس ولا دوك انتم اللي كان كان الحراك هذا ما يحبش تما ويحيى يقول لهم تما نقعد حياتي في الحبس انا ضرب ولا كيف هي خافوا حبسوا لهم هذا الحراك وش يدبروا لهم كقالب ويجيبوا لهم جماعه اللي كانت كذا منا وتهدروا بعض في الحراك دخلت للدار ومن بعد خرجوا لهم هابط حناشي ومن بعد حكموا على زيط وشوفوا كي ديروا لها حل جدكم ديروا لها حل هنا بين بعض هاكل كيما قال لك تحياتنا لخوتنا السلف وحنا ما نصيبوش حلول هذه هي. المهم قلت لكم بلي المزلج الدستوري هو اللي قبل 6 ملايين استماره لي بوت حنيطه وهي مزوره كلها ومن بعد هما قالوا بلي مزوره مشكله كارثه العظمى طاوهم 6 ملايين استماره مزوره ومن بعد هذيك 6 ملايين استماره مزوره قبلها المجلس الدستوري وقال فيريفيناها ورقه ورقه 6 ملايين كانون الناس تما بيتين ساهرين يعسوا في الاستمارات وحده ما هي ملغى كلش داك هو داك هو هذاك هو ما يفوكم ما يدي. من بعد هذه موراها جاء الحراك الشعبي كي جاء الحراك الشعبي من بعد خرجوا قال لك 6 ملايين مزوره راهي مزوره هبوا لك راهي تزورت وكذا من ملايين وكذا هذه بعد ما خرج لهم الشعب ومن بعد موراها عاودوا ولاو غير نفس المزلج الدستوري قال لهم على بالكم تبوا الرئيس وصحيحه وغدوه طيح تبون يقول لهم لا لا مزوره يقعدوا رايحين بيك هاك وجايين بيك خير دليل وين عبد القادر بن صالح سيعود الى مهامه السابقه. عبد القادر بن صالح في 2002 2003 2004 ربما 2002 من 2000 2002 من 2002 هو رئيس مجلس الامه بالتزوير عن طريق حزب راندو. من 2002 هو رئيس مجلس الامه الى يومنا هذا رئيس مجلس الامه من 2002 عاش مع بوتفليقه كل الـ كل الـ كل 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 المراحل عاش الحراك يا جدك عاش الثوره السلميه المحاكم تاع تاع المسرح الجهوي العاصمه في المسرح الجهوي اللي عبر عاش المسرح الجهوي للمحكمه العليا عاش وقت تبون عاش راح لسويسرا اقعد مع القايد اقعد معهم قاع خدم معهم قاع وحنا نقولهم القايد صالح بن صالح تا راح له القايد صالح قدير على بيعاونه يعاوننا قاعد معنا وناض معنا ورا قاع اللي صرا ومن بعد طرح له يدر على هذه رجع يروح ولي المجلس الامه نستحقوه قد ولا طاح تبون ولا نعاود ونجيبوك باش تروح تطمن بوتن بوتن شكون يطمنو دوك انا كي نحاوزو حنا كي نحاوزو بن صالح بوتن شكون يطمنو. بالمناسبه مهدي رمعون ابن اوريا بن غبريط
مهدي المعون ابن نوريا بالغبريط، راكم تعرفوها شكون هي، زوجة حسان المعون، ولدها مهدي المعون اللي كان ضمن البعثة الدائمة للأمم المتحدة، وكان الحبيب معاه كان يخدم عامل. أنا أخبركم شكون عينه، عينه زوجة الناس، عينه عمامرة وعيناه رئيس البعثة الدائمة للأمم المتحدة اللي هو صبري بوغادوم آنذاك، قبل ما يولد روح صبري بوغادوم وزير الخارجية. خلينا نشوف نخبركم شوية على صبري بوغادوم مادام حلال حديث. صبري بوغادوم هو اللي عينه. صبري بوغادوم كان رئيس البعثة الدائمة للأمم المتحدة، ما معنى؟ هو منصب أهم سفير، أهم سفير في العالم، أن تكون رئيس البعثة الدائمة تاع العصابات تاع باري اللي تاع الجزائر في باري واللي راه في الامريكان واللي راه في كذا هو كان في هذا المنصب. وقت كانت مرته اللي هي صبريه بوغادوم تقول خيرها بالاسم جدك الاسم وكيف كيف صبري صبريه بوغادوم بوغادوم ترجع اسم زوجها بوغادوم. المهم صبريه بوغادوم الزوجه تاعو معاه كقنصل الجزائر نيويورك. روحوا اكتبوه انا نعطيكم الاسم، يكتب صبريه بوغادوم نيويورك ضف تخرج لك رخ فلاكس صد قنصل بعث الامم تاع دروك راه وزير خارجي راهو جابوه من الامم المتحده باش لان كي يكون في الامم المتحده يكون يعني المداخله تاعو تبان في التلفزيون يبان كمارتو الفيغوره تاعو تبان تما باش يخبوه شنو يديروا له جابوه مدير في واحد العفسة دوم بعد كتبها لكم في واحد العفسة في وزارة الخارجية لأنهم ما عندهمش ثقة في ناس واحدة أخرين في الله. بالنسبة لهم احنا 40 مليون براوية لازم يقعدوا اون فامي احنا 40 مليون براوية دوك جبتوا عندهم واحدين شوية في الفاميليا راهم داخلين في وسط الشعب هما واحدين من فاميليتهم عندهم سبعة ولا عشرة وراح يجيبوهم دوك يجيبوا من هذا دوك يجيبوا من هذا دوك يجيبوا لك من الناس اللي مسعداوي يجيبوا راكم فاهمين. المهم انا مانيش نبيع ولا نعطيكم في الـ في الـ في الـ المهم خوتنا زيطوط خونا ونعتز به زيطوط انا بالنسبه لي ليس فقط صديق فانما اخ واكثر من اخ اخ واكثر من اخ. وزيطوط ما نعرفوش انا يا من البارح ولا من البارح نعرفه شخصيا ونعرفه مليح مليح ونعرفه بلي راجل وفحل وصبر وتهجموا على ولاده وتهجموا على عائلته قوته كيما صرا معايا انا حاسس بها انا على بالي واش كاين انا صرات معايا انا شخصيا رغم على بالكم انا الجزائريين كاع على بالهم واش صرا في الصراع تاعي مع العصابه والحمد لله على بالهم واش كاين كامل تهجموا على خاوته وسبوا له في خاوته خاوته كاع خاطي واحد اسمه اسماعيل واحد اسمه راح يجيب فيهم القواطع يجيبوا فيهم من لا ولا ولا وخاطيهم كاع البوليتيكا لا غيانا فور كاع ما قدروش. وزيطوط داك يوقفوا معاك خاوتك في المسيرات هكا باش الجنرالات يدخلوا في بعضهم في ريصايد يخلطوا لهم الخيوطه مليح مليح. اكبر غلطه درتوها ان هاد الناس اللي دزوا هذا القاضي وحنا على بالنا شكون اللي دز هذا القاضي من الفوق الغلطه اللي درتوها اللي دزتوا القاضي باش يتهجم عليه ويصيفوه بالخيانه وهابط حناشي اللي هو صاحب عدلان ملاح انا نعرفوك هابط حناشي ونعرفك طري طري بيان انا بورتر واحد تضرب لي في الشيتا زعما تضرب لي شيتا داير الجورنال تاعك تصور في بي وشكر الجزائريه اللي وقفوا معاك مش تضرب لي الشيتا انايا اننا احرار ودي كاميرات زاد مع بي باسكو على بالي الهدف تاعك وراه انا على بالي شكون اللي يرسل لك وعلى بالي الهدف تاعهم اللي يرسل لك ورسل صاحبك التخمرت انا على بالي كلش انا ما تقدروش تحشوها لي كاع انسى في هذا الميدان والله ما تحشيها لي على بالي كل ما يدار حولي وحول عائلتي وحول خويا بين قوسين وحول كلش على بالي به انسى تبرع وتنمو على بالي بكم تقارع لي نحط عليك سطاتي نهنئ فيها قناه الحياه المخابراتيه وكذا نعرف انا من يديركم وشكون يمشي فيكم وعلاش يمشي فيكم اليوم جيت تفتري كون قلت حاجه صح على زيطوط معليش قال هذه وجهه نظري تعبات راه تفتري تقول لهم بلي محسوب زيطوط يقول لهم بلي روحوا حرقوا الاعلام تكذب على ناس احياء كون جا منيت ولا بالك خرط وكذب على الشعب اي راه يشوف سيدي نجم يواجه ويقابل تروح تقصوا
منه وحط له، رغم ان الفيديو ترى مكاينين كاملين. لك حسب انت زيتو غبيبه يقول الناس حرقوا درابو، حسب موش وطني كيما انتوما انجاز. تحياتي لخوتنا، على بالي بلي هذا الفيديو غادي يديرونجي، خاصة ولد القومي أنيس رحماني ما يتكلم عليه زيطوط ويقول عليه قناة العار والجاسوس، هو الجاسوس والمخابرات على بالها بلي جاسوس، والجزائر كومي قومي ولد قومي، مرتو سعاد عزوز في حال سرق الرجل هذا من شيخي تاع خبر ويتمع لولادها وراح يضل في حجر الإماراتية، هذه على بالهم بها كاع الشعب الجزائري، ماشي حاجة جديدة. أنا ماشي الشعب الجزائري على بالهم بها، هذه ماشي انا راني نفتاري ولا نقول بلي محسوب بلي مرت سعاد عزوز كانت متزوجه مع لامي شيخي تاع الخبر، ولا انا اللي نقول لكم بلي هذاك تاع لامي شيخي تاع الخبر كان كانت في علاقه تحت طابله مع ولد القومي ومن بعد طلقها له ومن بعد داها له، ماشي اللي نقول لكم هذه، اللي نقول لكم في هذا الشيء متعرفوا انتم هذا الشيء. هذه تاع ابوي مقدم رفض الزويجه ويجري بها من بلاصه لاختها وترصت في المجهدين، ماشي اللي قلتها، راه متصور كاينين والدنيا كاينه والموضوع كاين. القضيه تاع الجوسسه والعماله المخابرات الاجنبيه ماشي اللي قلتها، قالها ويكيليكس وخرج لكم الوثائق وبالدليل وبالصوالح وبالدنيا وبالكابل. انا اللي نقولها ولد القومي، انا ماشي نقول لك بلي انت ولد القومي، والشعب الجزائري رافق بك، الشعب الجزائري فاق لك بلي كيف لا تهاجم امير ديزاد زيطوط، تهاجمهم شاد على بيان سور، تهاجمهم بيان سور، لان الدماء تاع الحركه تاع بويك راهي تمشي فيك وتاع جدودك وتاع الراسه تاع الراسه تاعك، انك نون ذال لام، هذه كلمه متفوتش، نون لام ذال طاء حاء الف نون، هذا الشيء فيك، هذا ماشي اللي نقوله، الشاب يعرفه الذباب راه بياكل روحه يا جدك، والله يا ود القومي انت والقواطع اللي معاك، قسما بالله لو تديروا مليار حساب فيسبوكي، تحلوا مليار كونت، سب في كل الطرق، دير واش تحب، قسما بالله غير انا هذاك وين تفتح لي الشهيه، هذاك وين تفتح الشهيه وتبان لي غير عليكم. اذا تقعد تسب وتقعد كذا وامير والصوصيس راهم يكتبوا صوصيس، يا ودي يقول الشعب الجزائري يعرف، يعرف كلش. نتحداك انا راني في الغربه ومجندين مئات العناصر تاعكم تاع المخابرات، ونتمشى في وسط الحراك مع خاوتي في الغربه في المهجر، الاعتصامات راني معاهم، المسيرات راني معاهم، التجمعات راني معاهم، تحداك خرج من باب يطح